الأستاذ الكبير محمد صلاح، اللاعب الدولي المصري. يعني ما خللناش حاجة، ما عملناش. أنا عايزكم بس تفتكروا الأيام الحلوة عشان لما يجي ماتش ما يجيبش جون ما لقاش الناس اتقلبت عليه. مش كل ماتش، لا يعني طبعا يا ريت يجيب جون واثنين وتلاتة، بس احنا فينا عادة غير طبيعية. الراجل يخدمنا السبت والحد والاثنين والتلات والاربع والخميس، الجمعة بعد الصلاة لو ما جابش جون نقلب عليه الأسبوع اللي فات كله. مش معقول يا اخوانا، انتوا عايزين ايه تاني؟ هاتولي واحد في مصر في المئة سنة اللي فاتت عمل اللي عمله محمد صلاح لمصر. واحد بس. يا جماعة احنا بنتكلم في مجد حقيقي. كرة القدم لها دور في السياسة وفي الاقتصاد وفي الشعبوية وفي كل حاجة، وفي التعريف بالبلد. لما الانجليز يألفوا اغنية لواحد مصري من المحلة، عايزين ايه تاني؟ فطبعا يعني محمد صلاح اصبح دلوقتي متصدر البريمير ليج واكبر هداف، وحطم كل الارقام القياسيه تقريبا مع ليفربول. امر يعني كلنا فخورين بيه. نتمنى نشوف كده واحد يخترع لنا ابلكيشن ولا حاجه، ولا تضرب معانا ضربه كده تبقى الموضوع، المواضيع كلها يعني جامده. بالمناسبه التكنولوجيا الجديده واولادكم اللي بيشتغلوا على التكنولوجيا الجديده، ارجوكم تشجعوهم. ممكن ابلكيشن واحد يفرق معانا كتير جدا. بص شوف صلاح بيعمل ايه، بص شوف العالم بيعمل ايه، بص شوف واتساب بقى تمنها كام، فيسبوك بقى تمنها كام. خلونا نفكر في بكره ان شاء الله يبقى احسن.